مرحبا عارف حبيبي، كيفك؟ تمام والله الحمد لله. شو سويت اليوم؟ والله الحمد لله تمام، جيت على الجامعة، كان في عندي شوية بروجكتات فجيت عشان أسوي. ماشي. طب عرفني من شو تخصصك؟ أنا بدرس هندسة ميكاترونيك سنة رابعة وبدرس سينما والتلفزيون سنة ثانية. ماشي. بالسينما والتلفزيون والميكاترونيكس كيف بتظبط وقتك كمان بهالبانديميك وهالوقت؟ وقت الحالي احنا عايشين فيه بشكل عام هو صعب ان انت تاخذ دبل ميجر مع بعض، ولكن انا تشجعت واخذت هاي الخطوه، والحمد لله انه لغايه الان شايف حالي ان انا اخذت الخطوه الصح، لانه اخترت تو ميجرز مختلفين عن بعض ولكن نفس الوقت حلوين وانا بحبهم، وعرفت استغل البانديميك بشكل صحيح عن طريق انه انا دائما بعمل اكتيفيتيز لها علاقة بالشغل يلي انا بشتغله او بالدراسة اللي انا بدرسها، والحمد لله كان كل الوضع تمام. بالوقت الفاضي نحن نميك دارسين برا تركيا، فبهالوقت الفاضي انت شو بتسوي لحتى ما تحس بالوحدة او هيك انه بنبعد عن الاهل؟ دائما بحاول انه انا اخذ وقتي مع اصحابي، بحب اعمل اشياء انا ما عملتها من قبل، لانه المشي بالنسبة لي المشي على روتين واحد وبعتبره شيء مو حلو ابدا، فدايما بحب اسوي اشياء جديده، اكتيفيتيز جديده مع ناس جديده، ودايما بحب يعني بحب اكون سوشيال هيك مع العالم. هل عندك انت حيوانات اليفه؟ عندي 3 قطط بالبيت. شو مسماهي؟ ميلا وبلو واليس. بتقضي وقتك كمان مع البسس بدل ما انه كمان رفقه؟ صح بالضبط، وكثير موضوع القطط كثير فرق بحياتي وخلى حياتي كثير هيك احلى كثير عن جد. الواحد انه لما يربي قطه عنده بالبيت فالموضوع كثير كثير ظريف كثير حلو، يعني تحس كانه عم تربي ولد صغير. صح بالضبط، حلو كثير، يعطيك العافيه. شكرا على وقتك. الله يعافيك يا